أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع اليوم حكما بالسجن لمدة 19 عاما على مواطن أردني بتهمة محاولته قتل غواصين إسرائيليين بمطرقة في مدينة إيلات قبل عام ونصف العام. المواطن الأردني طاهر خلف أقر بوقوع الحادثة التي اعتبرتها المحكمة شجارا وقع بصفة عملية تخريبية. لمتابعة هذا الموضوع وعدد من القضايا الأخرى ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز. أهلا بك سيد ضيف الله. بالبداية ضعنا في تفاصيل قضية المواطن الأردني خلف طاهر خلف لو سمحت. سيد العسيم عزيزة، مساء الخير إليك ولكل المشاهدين. بخصوص قضية المواطن الأردني طاهر جمال محمود خلف، تعرف تم اعتقاله بتاريخ 30/11/2018 بتهمة الاعتداء على مواطنين إسرائيليين اثنين أثناء عمله في مدينة إيلات. السفارة قامت زيارة المواطن بتاريخ 14/1/2019 وكمان بتاريخ 21/11/2019. اليوم عقدت جلسة النطق بالحكم، وزي ما تفضلتي حضرتك اعترف المواطن الأردني بالتهم الموجهة إليه وقر بهما، وهي محاولة قتل مرتين والقيام بأعمال تخريبية، ونطق الحكم اليوم بالحبس لمدة 19 عاما. طيب سيد ضيف الله، لندخل أكثر في تفاصيل القضية، هل تم تكليف محامي للدفاع عن هذا المواطن الأردني؟ سيد العزيزة، هناك محامين متخصصين في القضايا الخاصة بالمواطنين الأردنيين في السجون الإسرائيلية وأثناء فترة الاعتقال، ويتم التنسيق معهم من خلال السفارة. ما جنسية هؤلاء المحامين؟ يا ستي مختلف، أنا ما عندي التفاصيل الدقيقة 100%، ولكن لا تعقد أي محاكمة بدون أي وجود محامي. طبعا أكيد. نأتي للحديث عن أعداد المواطنين الأردنيين الموجودين في سجون الاحتلال، ما هي أعدادهم وما هي أوضاعهم؟ سيدتي العزيزة، عدد المواطنين الأردنيين في السجون الإسرائيلية يبلغ حاليا 14 مواطن أردني، 13 سجين وموقوف واحد، وجميع موقفوا بعد العام 2000، علما بأن السفارة تبذل جهود كبيرة جدا في تحقيق إخلاء سبيل اي مواطن اردني قدر الامكان، وتمكنت السفاره الحمد لله في العديد من الاحيان بتحقيق اطلاق سراح العديد من المواطنين الاردنيين. نعم سيد ضيف الله، ماذا تفعل الحكومه الاردنيه لاطلاق سراح هؤلاء المواطنين الاردنيين المعتقلين في سجون الاحتلال؟ يا ستي بشكل عام وزاره الخارجيه تتواصل من خلال السفاره بشكل منتظم ودون انقطاع مع الجهات الاسرائيليه المختلفه، وخصوصا مصلحة إدارة السجون ووزارة الخارجية الإسرائيلية. إحنا الهدف من التواصل هو توثيق معلومات متكررة حول أسباب الاعتقال والأحكام الصادرة بحقهم ومكان سجنهم والظروف المحيطة بكل حالة ومتابعتها للتأكد من تلقيهم المعاملة العادلة واللائقة. تتواصل السفارة كمان مع السجان خلال الزيارات وتوفير الاتصالات والرسائل وتتابع أيضا مطالبهم مع السلطات الإسرائيلية، طبعا ضمن الأطر والمحددات القانونية. كما تقوم السفارة أيضا برصد الأخبار التي تداولها المواقع الإلكترونية وتتحقق من صحتها مع الجهات الإسرائيلية. ست بتعرفي في للموضوع هذا عدة أبعاد، يعني في البعد السياسي بتعرفي الأردن دائما وأبدا لديها ارتباط كبير جدا بالقضية الفلسطينية، ومواقف الأردن معروفة بقيادة حضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه بحتمية ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتثبيت الهوية الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وعليه فإن الأردن يقف دائما وأبدا ضد أي إجراء يساهم في إبعاد أي فلسطيني عن أرضه ومنعه من العودة إليه. البعد القانوني تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال السفارة حقوق وظروف تنفيذ الأحكام الصادرة على السجناء ضمن طبعا الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية المنظمة للرعاية القنصلية المحددة بمعاهدة بيان العلاقات الدبلوماسية ومعاهدة بيان العلاقات القنصلية، واللي بتنص على مراعاة قواعد التعامل والإجراءات المتبعة في الدولة المضيفة بالحالة هاي إسرائيل. نعم. البعد الإنساني تحرص دائما وزارة الخارجية على بذل ما في وسعها على ما في
لضمان حصول السجناء والموقوفين الأردنيين على محاكمة عادلة ومعاملة إنسانية تتفق مع المعايير الدولية وعلى رأسها الحق في الرعاية الصحية والحق في استقبال. نعم، وكل ما يتعلق بحقوقهم. نعم، ننتقل بالحديث إلى قضية المواطن الأردني سمير الطوالبي الذي فقد في الولايات المتحدة. ما الجديد في قضية هذا المواطن؟ سيدتي العزيزة، ما زالت سفارتنا على تواصل مستمر مع شقيقة السيدة طوالبة المقيمة حاليا في لوس أنجلوس. البحث ما زال جاري، آخر المعلومات الواردة البحث ما زال جاري. هناك فرق جوية وفرق أرضية. طلبوا الأهالي تكليف فريق من الغواصين للبحث عن المواطن الأردني. السلطات المحلية في البداية أكدت أن الوضع على أرض الواقع خطر جدا، لكن ما مانعوا إذا كان هناك أي فريق من الغواصين أبدأ استعداده للبحث. وما زلنا أتواصل مع الأهل ومع سفرتنا في واشنطن لمتابعة التطورات في هذا الخصوص. نعم، وسنتابع معكم تفاصيل هذه القضية في الأيام المقبلة. ضيف الله الفايز الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.